هذه لحظة إعلامية تاريخية يسجلها طاقم السفير بأنامله بعيونه بأدواته التكنولوجية، واليوم يخترق هذا العالم الافتراضي ويفرض نفسه كباقي المواقع الإلكترونية كباقي المواقع الإعلامية. فهي لحظة نتقاسمها جميعا، وسيتقاسمها معنا زبناؤنا ومتتبعون عبر العالم. دخلنا إلى السفير 24 كأحد التلامذة لنستطيع أن نغترف من بحر الموقع السفير 24، ولله الحمد بفضل المجهودات التي كيبذلها الطاقم الإعلامي الصاهر على هذا الموقع، ها نحن اليوم الإخوة والأخوات وجنود الخفاء يحصدون إحدى الغلال وإحدى الثمرات الإعلامية. بهذه المناسبة ديال بلوغ مرحلة متقدمة وتجاوزنا يعني العتبة ديال 100,000 مشترك، رأيت أنني نقدم هذه ورقة شكر للإخوان المراسلين ديال الجريدة اللي كرجع لهم فضل كبير في ربوع المملكة. نتواجد هذا اليوم بمقر جريدة السفير 24 بمناسبة حصول الجريدة على 100,000 مشترك وحصولها على الدرع. بهذه المناسبة نوجه التحية لكل الإخوة والأخوات مراسلي الجريدة السفير 24، وأخص بالذكر الأخ الزفزافي اللي تعذر عنه الحصول هذا اليوم. هذه النسبة وصلت ماشي من فراغ، لكن بفضل المهنية والاحترافية والحيادية وكذلك ديال الجريدة اللي كتغطي جميع الأنشطة على الصعيد الوطني. بفضل الطاقم الشاب ديال جريدة السفير 24 استطعنا أننا نوصلوا ل100K، وكان طمحوا للمليون إن شاء الله، وبفضل المتتبعين ديالنا غادي إن شاء الله غادي نواصلوا باش نوصلوا للقمة إن شاء الله. شكرا لكم. هذه المناسبة أغتنم الفرصة وأتقدم بالشكر إلى كل من ساهم لو بصغيرة أو كبيرة، وكل مراسلين والطاقم الإداري والفني وكذلك جنود الخفاء الذين يسهرون على هذه القناة.